القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقله عن الملة. ومن شك في هذا أسف هذا نوعا لا عينا نعم. نعم. ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. قال وسمعت أبي يقول وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. الله أكبر. قال أبو حاتم وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثار. وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة. وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة نواصب. ولا يلحق أهل السنة إلا اسما واحدا ويستحيل أن يجمعهم هذه الأسماء. نعم. قال وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع ويغلظان في ذلك أشد التغليظ وينكران وضع الكتاب برأي في آثار وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. نسأل الله العظيم أن ينفعنا بها وسائر المسلمين وصلى الله على نبيه وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر. الله يكون هذا نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. أهل السنة والجماعة هم حقا أهل الفضل وأهل الثناء وهم أهل العلم وهم أهل التحقيق. علمهم أحكم وأسلم وأرفع وهم أتقن وأتقى وأقوى وأنصل للدين. والله ما اختارهم ولا اصطفاهم إلا على علم عنده سبحانه جل في علاه. طيب عندنا مسائل في الكلام هذا يعني آخر كلام قرأه لنا أخونا الفاضل الكريم مسائل شتى مهمة. نأخذ أول مسألة وهي الوقيعة في أهل السنة والجماعة. لن تجد يعني علامة أجلى من هذه العلامات في أهل البدعة والضلالة أنهم قد نصبوا أنفسهم أعداء لأهل السنة والجماعة ولذلك يقعون فيهم. وأنت ترى الآن في عصرنا وفي وقتنا المعاصر أهل البدعة والضلالة ما تراهم إلا أنهم يقعون في أهل السنة والجماعة. قريبا من وقع في الألباني وقبله أيضا من شرب من معينه ويعني شوش عليه وغبر عليه فأخفى الله ذكره مع أنه أتقن في أبواب الحديث لكنه لما لم يشكر عباد الله لم يشكر الله جل في علاه. وهذه العلامة تراها أولا في الخوارج عندما قال ذو الخويصرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد صلى الله عليه وسلم بداية سوء الأدب هو الآن قال يا محمد وما قال يا رسول الله. والله جل في علاه يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فقال يا محمد اعدل كأنه أتقى من محمد صلى الله عليه وسلم أورع من هم يرون ذلك. شمخ بأنفي وحسب أنه الأعبد لله جل في علاه خائب خاسر قد أفسد كل ما فعل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك من يعدل إلا ما عدل أنا ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء فريتين وقال خبت وخسرت إلا ما عدل أنا أو خبت وخسرت إلا ما عدل أنا. فهذه علامة الخوارج يقعون في أهل السنة. وأنت الآن تراهم خوارج لأنهم يقعون في أهل السنة جماعة يبدعون يفسقون يسبون وهذه مسائل لا يمكن أن تكف إلى يوم الدين لا يمكن أن تكف إلى يوم الدين. والله جل وعلا له في ذلك الحكم حكم وشؤون في عباده وما زال الله جل وعلا يريد لأهل السنة الرفعة والعلو. وترى المعتزلة والخوارج وأيضا المرجئة والقدرية كل هؤلاء يتكلمون في أهل السنة والجماعة منهم من يسميهم المخالفة منهم من يسميهم الحشوية منهم من يسميهم المجبرة منهم من يسميهم المخالفة. هذه المهمة أن كل علامة من علامات أهل البدع الوقيعة في أهل السنة والجماعة لا يسلم أهل السنة والجماعة من هؤلاء أبدا. أنت ترى كفار ابن تيمية صحيح وإلى يوم الناس هذا يخرج خارج لا يعرف عنه لا يساوي قلامة أظفر ابن تيمية ويسب ابن تيمية
بل ويعتلي عرش تكفير الإمامين في هذا الباب. هكذا أهل البدع هكذا مع أهل السنة والجماعة رأينا ذلك. وأهل الكلام تكلم في مسألة هنا المصنف من أعظم ما تكون وهو مجانبة الهوى مع الآثار، ولأن مجموع هؤلاء هم كلهم أهل هوى، كلهم تحكم فيهم الهوى، كلهم ينزلون تحت قول الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وأيضا هؤلاء الذين خالفوا قول النبي، وإن كان الحديث السند في كلامك المعنى صحيح، قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان بأن كثير من الناس سيتبعون أهواءهم، ولذلك قال النبي: إن رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فإيش وإعجاب كل ذي رأي برأيه فاعتزل الفرق كلها. وهذا موجود الآن، فأهل الأهواء يتبعون أهواءهم ولذلك يعارضون السنة. أصل الكلام هنا في هذا الباب عمر بن الخطاب عندما قال: أيها الناس، يعني أيها المتقي النقي الذي يريد السنة ويريد النجاة، قال: اتهموا الرأي مع السنة، اتهموا الرأي مع الكتاب، اتهموا الرأي مع الأثر. لقد رأيتني يوم الحديبية لا يملك طاعة ولا انقيادة، وهو يذهب ينازع ويقول: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال: والذي نفسي بيدي لقد فعلت لذلك أفعالا. رأى نفسه خالف النبي وخالف أبا بكر، قال: والذي نفسي بيدي لقد فعلت لذلك أفعالا. لذا نقول أن التمسك بالسنن علامة التوفيق. العبد الموفق المسدد هو العبد الذي يعظم السنن. ابن عمر رضي الله عنه أرضاه يدخل على ابنه بلال ويقول: لا تمنع إماء الله مسجد الله. قال: لا نمنع إماء الله، والله لا نمنعهن، إذن يتخذنه دغلا. يعني تكيا للحديث، وأنت تعرف كأنه كشف الغيب لينظر ما نحن فيه الآن. والنساء طبعا إلا من رحم الله جل وعلا، المجالس ثرثرة غيبة نميمة، فيها ما فيها من التعديات، كثير من المجالس هكذا. فقال: إذن نمنعهن، إذن يتخذنه دغلا. وكزه في صدر، ثم قال: والله لا كلمتك ما حييت. في رواية قال أنه لعنه، لعن ابنه من أجل السنة. قال: أقول لك، شوف، هو الآن علل لما لا يكلمه إلا ما دام في حياته. قال: أقول لك، قال رسول الله: لا تمنعه، وتقول أنت نمنعه. كأنه صد نفسه إيش؟ معارض للنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يعارضون النبي ليل نهار ليل نهار، والحديث الذي لا يعجبهم حديث ضعيف لا يؤخذ به، فيه ما فيه من التأويلات. كل ذلك من هؤلاء أصحاب الأهواء، أصحاب الأهواء، لذلك عيتهم السنن. قال الله تعالى: وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله جل في علاه: قال: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. بالقرآن والسنة كان فضل الله عليك عظيما، بالقرآن والسنة. أنزل عليك الكتاب والحكمة. قال الشافعي: أجمع كل من نعلم من العلماء أن الكتاب القرآن وأن الحكمة هي السنة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، من آيات الله والحكمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلى من أبى. قالوا: من أبى يا رسول الله؟ قال: من أطعاني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ولذلك النبي قال لقوم يزعمون حبه، قال: من أحيا سنتي فقد أحبني. يبقى إذن علامة محبة النبي هو إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنت تعارض النبي، وبعدين تجلس لي الآن تقول لي: والمذهبية نعم فوق الرأس، لأنك لن تصل للعلم إلا بالمذهبية. لكن جاءك الحديث، لا يحسن لا لا لا, لا يحسن بك ولا يجب بك أبدا أبدا أن تعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاهل أن تسكت، اسكت ما تتكلم. المذهب خالف السنة، وعالم المذهب هو أعلم بهذه السنة. نعم الحمد لله نحن نثق في ذلك، لكن فاته ما فاته. والحفظ خوان، وهم غفل، لم يفقه الحديث، المسألة فيها ما فيها من التأويلات.
لكن ما دام الحديث قائما أمامك وجب عليك الذهاب إليه دون أدنى ريب ولا شك ولا تلكؤ ولا تقاعس. قال: من أحيا سنتي فقد أحبني. هذا هو الحب الحق. تحب النبي علامته أحياء السنة، تحب النبي تترك الأهواء وتعض على السنن والأثر. قال: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. ولذلك قال النبي عندما جاء أخوان، شوف بقى هنا المسألة العواطف والأهواء، لا الدين لا يؤخذ بالعواطف والأهواء بحال من الأحوال. ولو كانوا صحابة دخلوا فسألوا عن عبادة النبي فكأنهم تقالوها، فأما الأول يرى يريد يرتخي، قال: أما النبي فعبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وثم قال: أنا أجتهد في الصوم فلا أفطر. والثاني قال: أجتهد في القول في القيام فلا أنام. والثالث قال: أتبتل لا أتزوج النساء أتفرغ للعبادة. ماذا قال النبي؟ وكلها إرادة إيه؟ خير. ولا ما أرادت خير؟ إرادة خير واجتهاد في خير. لما قالوا لابن مسعود: يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، قال: وكم من مريد للخير لم يبلغ، وكم من مريد للخير لم يبلغ. المسألة في طريق رسمه الله جل في علاه، إن صح التعبير شرعه الله جل في علاه، عليك بالسير فيه. فقام النبي مغضبا ثم وعظ الناس وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، وإني هو أتقاهم وأخشاهم لله، إني أتقاكم وأخشاكم لله. قال: أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. آياتهم الآثار وربي. فلما لم يحفظوها أتوا بيش بهذه العقول، والآن تراه يحيد عن السنة، ولما تكلمه يقول لك والأيدي الخمسة والأيدي العشرة، ويتكلم بكلام العقل الذي لا يقبل لأنه مصادم ليش للنص. والقاعدة عند علماءنا الأصوليين يقولون: ومن قوادح القياس مخالفة الأثر، يأتي قياس مخالف للنص الذي جاء نقول هذا قياس فاسد الاعتبار، هذا قياس فاسد الاعتبار، خالف السنن. مات الأحناف يقولون خالف الأصول، يقصد بذلك إيه الأصول؟ الحديث خالف الأصول، الحديث أصل بذات تعظيم الأثار، وأهل الأهواء علامتهم عدم تعظيم الأثار وعدم الأخذ بالأثار، آياتهم الأثار. لذلك تجد أحدهم يقول: أجد أتذوق أظن، فنحن بين طائفتين كلاهما على الضلال، وأعظمهما ضلال الطائفة التي تقول إني أظن وإني أتذوق وإني أجد، ثم في النهاية قالوا حدثني قلبي عن ربي. خلاص يأخذون ميت عن ميت، لا نحن نأخذ إيش عن ربي في هذا. طبعا على ترتيب المنامات والأحكام عليها مع رؤية النبي يقظة كما بينا في فكر القوم في هذا الباب. إذن وجب عليك أن تعلم يقينا بأنه لا نجاة لك، وأيضا لا يمكن أن تكون في رفعة إلا أن تتمسك بالسنن، لا بد أن تتمسك بالسنن والآثار. ولا ديانة لك حقا متكاملة لتنجو بها إلا بعد التمسك بالسنن والآثار. أهل الأهواء كما قلنا عياتهم الآثار، ولذلك لابد من إظهار الأثر لقمع هذه البدع. والأمر الثاني لابد من التعزير، يعني ولي الأمر يعزر أهل الأهواء أو يشتد على أهل الأهواء بعض الشيء. ولذلك لما جاء صبيح يتكلم في القدر ماذا حدث؟ ضربه عمر الخطاب بالدرة على رأس أدماء، قال: ما ترد؟ قال: ذهب ما أجد. خلاص انتهى، ذهب ما أجد. ابن عمر يقول: أبلغهم أنني منهم براء، وهم مني براء. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، ألا وهي هجران أهل البدع. الحق أن مسألة هجران أهل البدع مسألة مقاصدية، هجران أهل البدع مسألة مقاصدية. إذا أهل البدع ولله الحمد إن لم تكن البدعة كفرية هم من أهل الإسلام، ففي النهاية هم إخواننا أيضا. في النهاية هذه نظرة العدل والإنصاف، هم إخواننا أيضا ونخشى عليهم ونرحمهم. فمسألة هجران أهل البدع أو بدعة كفرية هذا لا مجال فيه في الكلام، هذا هجران والولاء والبراء عليهم. أما أهل البدع الذي لم تصل بدعتهم إلى أن تكون بدعة كفرية في تعاملات. الأصل العام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث، لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث. فإن كان الأمر
من النظرة المقاصدية الزيادة على الثلاث مجرب أنه يأتي به وينفي عنه ما هو فيه ويتراجع فليفعل ذلك وليغلف. لكن إن غلب على ظني أنه لو هجر سيزداد غيا وطغيانا وبدعة ما أتت بثمارها، لأن النظر نظرة مقاصدية. تعلم أخي الكريم النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر كعب بن مالك والثلاثة هجرهم ويعلم أن هذه ستأتي بإيش؟ بثمارها، وكان وحيا من الله جل في علاه، لذلك نزلت التوبة ثم تاب عليهم ليتوبوا على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت فأتت بثمارها. فإن لم تكن أنت في محلة في مكان تعلم أن القوم لا يقبلون ذلك ولن تأتي بثمارها، إذن ليس لك ذلك، ولا أن تهجر فوق ثلاث، تهجر إلى الثلاث ولا، وبعد ذلك تقطع الهجران. فمسألة هجران أهل البدع كما قلت مسألة مقاصدية، لكن تعامل علماءنا كانوا إذا ولدوا أهل البدع أو أهل الكلام في أي مكان لا يسلمون عليهم ولا يجلسون معهم ولا يسمعون لهم. أحمد كان إذا رأى رجل من أهل البدع وهو من أهل الكلام وهو في آخر الطريق يحيد على الطريق الذي يمشي فيه صاحب أهل البدع. لما جاء رجل إلى ابن عيينة يكلمه فقال له ما تريد، قال كلمة، قال نصف كلمة، أو الحسن البصري قال أما أنا فقد وجدت ديني، فإن غاب عنك دينك فابحث يعني عند غيري هذا الدين، لأنهم أهل أهواء ممكن أن يلقي الشبهة في قلبك تعيش بها وتئن بها عمرك بأسره. ولذلك النبي لما ورد عمر الخطاب معه التوراة ليس بقى من كلام أهل الأهواء، لأنه شريعتنا جاءت ناسخة، قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وقد قال الإمام الشافعي يعني حكمي في أهل الكلام أهل الأهواء، حكمي في أهل الكلام أهل الأهواء أن يضربون بالجريد والنعال ويطاف بهم ويقال هذا حق أهل الكلام أو هذا قدر أهل الكلام. فإذا الإمام شدد في هذا الباب على أن يختم بالأثار والتمسك بالأثار والتمسك بسنة النبي المختار صلى الله عليه وسلم، فلا نجاة إلا بذلك، والرد على أهل البدع والضلالة. ثم بين لك إطارا وأطرا ونظما عظيمة بأن علامات أهل البدع الكلام في أهل السنة والجماعة، القطح فيهم والانتقاص منهم، هذه علامة أهل البدع. لذلك قال ابن معين من تكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الدين، اتهمه على الدين. فلذلك نقول بأن هذه المسألة من أعظم ما تكون، وهي مسألة إظهار عوار أهل البدع وأيضا هجران أهل البدع إن أتت بثمارها، لأن المسألة نظرة مقاصدية أصالتها. والأمر الثاني لابد أن نتكلم فيه في شيء لابد أن نتكلم فيه بأهمية صراحة، ألا وهي هذا الكلام في أهل الأهواء وأهل البدع وأهل السنن أرحم عليهم من غيرهم، يدعونهم ويدعون لهم ويريدونهم في خير وعافية إلا أن يرتضوا لأنفسهم ما هم فيه. تبقى لنا مسألة مهمة جدا، التخليط. هذا ما حدث من أهل السنة نعم مع أهل البدعة والهجران وأيضا عدم السلام. هنا طائفة تخرج في المنتصف فتخلط الأمور، كيف ذلك؟ تأتي للناس من أهل السنة وتجعلهم من أهل البدعة والضلالة. ليس كل من زل أو أخطأ في مسألة أن نبدعها وأن نفسقها أو نخرجها من دائرة أهل السنة والجماعة، ليس هذا الإنصاف وليس هذا العدل، وليس لنا التبديع والتفسيق بالظن والخرص والتخمين ونجرح بلا بينة، هذا ما يجوز. الحال من الأحوال مع الخصوم، أنا لي معاصي وأختفي بها وأنت لك معاصي ولك ذنوب، أنا لي أخطاء ولك أخطاء، هنا ثبت العرش ثم انقش، ثبت العرش ثم انقش. هذه مسألة من الأهمية بمكان، مسألة من الأهمية بمكان، أن تثبت العرش ثم انقش. إياك ثم إياك أن تبدع أو تفسق إلا ببينة ثبتت بالكتاب أو بالسنة ويجمع أهل السنة، ثم ينظر في الذي وقع فيها إن كان من أهل السنة وناصر لأهل السنة وجاءه تأويل فالتأويل مانع من إسقاط الحكم عليه، أو كان جاهلا فالجهل مانع من أن يسقط الحكم عليه.
أو كان هو يسير بالسوية وكان من أهل السنة والطريقة الرضية ثم مع ذلك انحرف انحراف، نقول هذه الانحرافة تغمر في بحر حسنات. أتودع النووي؟ أتودع الحافظ بن حجر؟ أتودع البيهقي؟ أتودع الخطابي؟ هل أتودع هؤلاء صناديد أهل السنة والجماعة؟ لهم بعض الانحرافات العقدية موجودة غير موجود؟ موجود موجود. هم يحسبون كان في 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 أصولهم يحسبون أن هذا من قول أهل السنة والجماعة. أتأولوا أجتهدوا فأخطأوا غاب عنهم العلم، كل إنسان معرض لذلك ويدهم طولة في العمل لدين الله جل في علاه في هذا الباب. فلذا رفقا رفقا رفقا، فنحن أصلا نبدع من كان مستحقا للتبديع ونرد عليه ونفنده، ولسنا بالأشخاص، يعني لا ليس اهتمامنا على الأشخاص، لكننا نقول القضايا نفندها ونتكلم فيها. والأمر الآخر المهم جدا هو كما قلت نحن جميعا رحمة على الناس، نتمنى للجميع الهداية ونتمنى لأنفسنا عندنا روغان عندنا زوغان تغلبنا أنفسنا في كثير من الأحيان، لكننا نتمنى من الله جل وعلا أن نكون رحمة على غيرنا، وأيضا أن نأخذ بأيدي الجميع وندخل جميعا إلى الجنة. اللهم اغفر لنا، ونسأل الله جل وعلا أن يشكر للمصنفين بل يشكر لابن أبي حاتم الذي نقل عقيدة الرازيين. وبهذا نكون قد وصلنا إلى النهاية ولله الحمد والمنة. أشكر لكم الصبر على ذلك والمثابرة. يبقى أن نقول سيكون 4 أيام فقط فيه البث، 3 أيام للدورة خاصة ويوم لكتاب التوحيد، ومعه كتب الدورة أيضا مش لوحده، معه كتب الدورة لكن هي كتاب التوحيد يوم واحد حتى ننتهي من كتب الدورة. وقلنا المقرر عندنا شروط الحديث الصحيح من النزهة والقواطع المقدمات وعلم 7 خلف، هذا سيطول معنا لأنه سلوكي تربوي، وبعد ذلك واللغة وشرح الأجربية. نعم اتفضل حضرتك، لو يعني ممكن تختم الجزئية الأخيرة معادة ثاني الجزئية الأخيرة خالص ثاني، ولو في أسئلة يتفضلوا بعدين ندخل على كتاب التوحيد، يعني فقط حتى عشان هو انطلاقة اليوم نأخذ الإسناد ونقرأ الحديث فقط تبركا ونتكلم عن أشهر المسائل فيه، وبعد ذلك يبدأ الشرح إن شاء الله من السؤال الخاتم. قال وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع قلنا هنا هذه إيش ولا ثاني قلنا هذه نظرة إيش يا شيخ؟ قلنا لك حبك الله نظرة قصدي الله أكبر. قال يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع ويغلظان في ذلك أشد التغليظ وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين ويقولان لا يفهم صاحب هذه. أنا أردت هذا، هم ينهون عن النظر في كتب المتقدمين المتكلمين، وهذا هو الحق لأنه شبهة ممكن تقع في القلب، كما قلت ابن عيينة قال يا هذا أو الحسن ما أذكر الآن قال له يا هذا إن ذهب عنك دينك فابحث عنه في مكان آخر، أما ديني فإيش فعندي. لما قال ابن عليا كلمة واحدة أو لمالك كلمة واحدة قال ولا نصف كلمة، لما جاء الرجل ودخل على مالك فقال يا إمام الرحمن عرش استوى كيف استوى، يقال عليه الرحضاء العرق تصبب، شوف ورأي أيوة ورأي ورأ. هؤلاء قوم عاشوا بقلوبهم، صبب الورق العرق فقال الاستواء معلوم، يعني في اللغة والاستواء معلوم والإيمان به واجب، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، ما قال غير موجود، والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج من المسجد. أمر به بعدما أجاب الهدي البلاء والفتنة، أمر به أن يخرج من المسجد. نعم. فإذا كتبهم لا يطلع عليه ولا يسمع لهم. يأتيك واحد اسمه عدنان، أنا سميته الآن لأنه مبتدع ضال منتهي، المبتدع الضال الذي أظهر بدعته بعد مراجعة الناس له ويبقى هكذا ويحارب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عدنان إبراهيم المبتدع الضال
في هذا الباب، لأنه يعني يدفع سنة النبي، يضلل الناس، معتزل الفكر ولا علم لهم، راجعوا ولم يرجع في هذا الباب، فهو عنده اعتزالية قوية في هذا الباب. فكل مبتدع لابد يعني هنا الشد عليه في هذه المسألة، لا يسمع له، ما يجوز له، ما يجوز لك أن تسمع له. لما سيلقى عليك شبه تمرض قلبك، كما قال علماؤنا، ولا يقرأ في كتب الأمم الأخرى يعني من أهل الكتاب إلا بعد أن يتقن عقيدته، إن أراد أن يناظرهم وأن يدعوهم إلى عقيدته. قال ولا يفلح صاحب كلام أبدا. الله نسأل أكبر. الله العظيم أن ينفعنا بها وسائر المسلمين، وصلى الله على نبيه وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه وسلم. أتمنى من الله أن يكون إخلاص لوجه الله الكريم، وأتمنى من الله أن يجعلني أن يديمه حتى بعد مماتنا، وأن ننتفع به هذه الأمة انتفاعا تاما، ويكون عدادا للحسنات لا ينقطع أبدا، وأن يرضى الله عنا وعنكم وعن كل من ساعدنا ونشر هذا العلم، وأيضا قد نشره بين الناس أو تعلمه وعمل به. اللهم انفعنا به يا رب العالمين، اللهم اجعله نصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقام عن البدعة التي تقوم على السنة. ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يحارب ويحافظ على التوحيد. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.